ولايات الوادي منذرين بالأوضاع المهنية التي يعملون بها، حيث أرجعوا هذه الوقفة للممارسات التعسفية التي تمارس ضدهم، بدءا بحل النقابة وتحويل الأعوان من الوحدات كعقوبات، وأيضا غلق باب الحوار، حيث نشدوا بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة من قبل المديرية العامة. التفاصيل مع عبد العزيز الحوم. نظن كما راكم تشوفوا وقفه سلميه جدا لاعوان الحمايه المدنيه على مستوى الولايه، يطالبوا بمطالبهم الشرعيه والحقيقيه، معناها منذ تولي المدير الحالي اللي على راس الحمايه المدنيه ولايه الواد، نشوفوا باللي راهو ظلم كبير من طرف السيد المدير وحاشيته الى الاعوان، نشوفوا باللي قرارات تعسفيه بحت. نرجو من سيدنا الوالي رحيل المدير وحاشيته، فقط المدير وحاشيته، فليرحلوا.